اسمح لي ابو فهد استقبل مكالمه من الدكتور عبد الله المغلوث عضو اللجنه السعوديه للاقصاء. مرحبا دكتور عبد الله. مرحبا ومسهلا بضيوف الكرام. سبقك الاستاذ نايف الحربي يجيب على سؤالنا المهم، ما مدى اهميه مثل هذا الطرح على الاقتصاد في العالم، في محليا اقليميا دوليا؟ يعني بلا شك مثل هذا الطرح لشركه ارامكو السعوديه، الكل يرى انه امتلاك اسهم في هذه الشركه يعتبر محفز ونصيب له وفرصه استثماريه مشجعه، لانه الان اصبح المستثمر يبحث عن يعني شركه امنه، شركه مدرجه ارباح، شركه تسهم في يعني نمو كبير. يعني اضف على انه ان شركه ارامكو السعوديه سوف تحفز المستثمر في شراء اسهم باسهم مجانيه، وهذا يعود الى الفرد السعودي بفوائد عده، لانه عند شراء الاسهم سوف يكون هناك سهم اخر بالمجان لامتلاكه للسعود، وهذا يساعد على يعني رغبه المشاركين في التوسع في امتلاك تلك الاسهم. طيب دكتور، اذا طرح الشركه الكتاب هو الحدث الذي يتبعه وترقبه الاسواق العالميه. يعني كأكبر شركة في طرح في العالم بعد شركة علي بابا، كون أرامكو تعتبر أكبر شركة الطاقة العالمية ومعروفة عالميا ومدر الأرباح. يا سلام. طيب دكتور عبد الله بسألك سؤال محدد ينتظره الجميع، جميع المشاهدين ينتظرون هذا السؤال، وهو ما مدى استفادة الفرد من هذا الاكتتاب؟ يعني جدا جدا واضح، لأنه عن الاستثمار في أرامكو لصغر المستثمرين، أرامكو قد تكون جزء من محفظتك الاستثمارية، ولكن ليس كل المحفظة يعني بمعنى خمسة كحد أقصى. أرامكو تتقلب مع تقلب أسعار البترول، أرامكو ليست سهم نمو بل سهم يسعى إلى الاحتفاظ به كدخل ثابت للمستقبل. دكتور عبد الله، يعني دكتور عبد الله، دكتور عبد الله، ما يبون التحليل الناس الاقتصادي؟ يكتتبون ولا ما يكتتبون؟ يرمون كل أوراقهم ولا ما يرمون؟ معي فلوس أحطها كلها؟ لا أرامكو فتحت أبوابها لكي يتمكن السعوديين من الاستثمار في شراء تلك الأسهم. أنا أؤيد وأحفز لأنها شركة وطنية، ولا بد السعوديين أن يكون لهم سهم فيها من الاستثمار. إذا استثمار في أرامكو لن يجعلك ثريا، بل قد ينمو رأس مالك في المستقبل. يعني دكتور كبير. أن تقول فيها استثمار على طويل الأجل وقريب الأجل، وأنتم اكتتبوا ما يهمكم. أيوة في الجهتين، قريب الأجل وبعيد الأجل. وهذا دكتور دكتور ترمى كل الأوراق، يعني اللي عنده فلوس كله يحطها ولا كيف؟ لا مو بهالدرجة. يعني أنا قصدي الناس يتحمسون ولا في خوف منها؟ لا يتحمسون، يا أخي شركة وطنية آمنة، شركة تنتج وتبيع، بس هذا الإجابة اللي نبيها على مستوى العالم. طيب هذا اللي نبيه، شكرا معك. هذا الجواب اللي الناس يتخوفون منه، اكتتب ما اكتتب. انا اتكلم مع خبير اقتصادي يقول اكتتب والامر ان شاء الله سهل، وهذه فرصه عظيمه لك. شكرا دكتور عبد الله المغلو. تفضل بتعقب على شيء؟ لا انا اقول انه الشركه امنه، شركه خدمت وما زالت تقدم العطاء اكثر من 20 عام زي ما ذكر الزميل نايف، وهذا يعني قبل كل حاجه شركه وطنيه لابد ان ندعمها بشراء اسهم فيها. شكرا دكتور عبد الله المغلوث عضو اللجنه السعوديه للاقصاء. نحن فعلا كنا ننتظر مثل هذه الاجابات ليكون الشارع في